ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنحل شيت ريفيجن بتاع البيولوجي، هنمشي بيه واحده واحده. الشيت هيبقى معاك في ايدك ومعروض هنا كمان على البورد، فامشي واحده واحده وهتشوف الستبس واحنا بنحله. هيبقى عندنا شويه اسئله ام سي كيو في الاول، وفي الاخر هيبقى عندنا شويه اسئله كده ريتن ميكس، يعني جيف ريزن على كومبير على حاجات شبه كده. نبدا اول سؤال. اول سؤال بيقول لي which of the following whose occurrence leads to the formation of gametocyte in plasmodium. طبعا هنا بيتكلم على بلازموديوم ملاريا او الملاريا بلازموديوم، فبيقول لي هو انا ازاي بعمل فورميشن للجاميتوسايتس. طبعا انا عشان اعمل فورميشن للجاميتوسايتس الاول بحتاج اعمل ميتوتيك ديفيجن، حلو، علشان اصلا من الميتوتيك ديفيجن ده اكون حاجه اللي اسمها، انا هنا عايز اعمل ميتوتيك ديفيجن زين اعمل كونفرجن عشان اوصل في الاخر للجاميتوسايتس بتاعه الايه البلازموديوم، ماشي. طبعا هعمل ميتوتيك ديفيجن في الاول عشان اكون حاجه اسمها السبورو زويتس، وبعد كده السبوروزويتس دي هتروح للليفر وتروح للبلد، وفي الاخر هيحصلها كونفرجن عشان تبقى ماتيور جاميتوسايتس. فاول سؤال هتبقى اجابته مايتوزز اللي هي مايتوتيك، زين هعمل كونفرجن عشان تبقى ماتيور. ده اول سؤال. السؤال الثاني بالنسبه لي بيقول لي which of the following doesn't represent a condition division. يعني مين من الديفيجنز دول مش conditioned؟ يعني ايه conditioned؟ يعني مشروط، يعني انهي ديفيجن من دول بيحصل بدون اي شروط. طبعا الميتوتيك ديفيجن في السبايروجايرالجي، في السبايروجايرالجي ده conditioned، لازم تكون الكونديشن بقت سيوتبل. الجيرمينيشن بتاع السبورز نفس الكلام وهكذا. عندي الميوزس 2 بتاع الاوفم في الهيومن فيميل، ده طبعا بيكون كونديشند بمين؟ بعمليه اسمها فيرتلايزيشن. لازم يحصل فيرتلايزيشن الاول علشان يبدا يحصل الديفيجن ده، انما الميوزس 2 في السبرم فورميشن مش بحتاج فيه اي كونديشن، ده بيحصل على طول. فدي هي الاجابه بالنسبه لي، الميوزس 2 when the sperms are formed، لان السبرمز بتتكون بدون اي شروط، ماشي. دايما دي هيبقى هي الايه الانسر. نخش على السؤال رقم 3. في السؤال رقم 3 بيقول لي in which case the haploid cell isn't converted into a diploid cell. يعني عايز حاجه ال N مش هتتحول فيها ل 2N، مش عايز الخطوه دي. يعني بيقول لي مين من الخطوات دول او من الفور اوبشنز دول ال N فيها تفضل N. طيب الارتفيشال بارسينوجينيسيس دي ال N بتبقى 2N لما بنعمل لها ايه artificial parthenogenesis. الفيرتلايزيشن بتاع الاوفم طبعا الاوفم N والسبرم N، فلما يحصل فيرتلايزيشن هيبقوا 2N، انا مش عايز دي. الكونجيوجيشن ان سبايروجايرا برضو ال N هتبقى 2N لما يحصل migration من الجي لالجي، انما الناتشرال parthenogenesis الناتشرال دي كان بيبقى عندي الاوفم N بتتحول، بس بيحصل لها حاجه اسمها parthenogenesis وبتديني N اللي هم بيكونوا الميل او بنقول عليهم الدرونز اللي هم ذكور نحل الايه العسل. فالاجابه بالنسبه لي هتكون الناتشرال parthenogenesis. رقم 4 بيقول لك السبايروجايرالجي ريبروديوسز سيكشوالي اند اسيكشوالي، why is that not considered an alternation of generation. كلمة alternation of generation دي حاجة أخدناها يعني تعاقب أجيال. يعني إيه؟ يعني أنا عندي دورة حياة كائن حي بيحصل فيها sexual reproduction and asexual الاتنين في نفس اللايف سايكل. طب ليه مش بعتبر السبايروجايرة دي تبع النوع ده؟ أكيد علشان هي بيحصل في واحدة بس، فبيقول لك because the life cycle is completed by one method only. أنا عشان أقول على الحاجة دي حصل لها alternation of generation لازم يكون الاتنين السيكشوالي والاسيكشوالي بيحصلوا في نفس الإيه؟ نفس اللايف سايكل، فأنا هنا هختار by one method only، وهو ده السبب اللي خليني ما اعتبرهاش alternation of generation. السؤال الخامس بيقول لي which of the following organisms will vanish if one of these vital processes occurs. يعني بيقول لك اني واحد من دول
الأورجانيزم ده هيختفي، كلمة vanish يعني يزول أو يختفي، لما يحصل one من الـ vital process occurs. طبعا هنا بيتكلم مثلا على حاجة زي الـ reproduction، فبيقول لك أنهي أورجانيزم من دول لما يحصل له reproduction هيختفي. طبعا اللي بيختفوا هم بتوع مين؟ بتوع اللي هم بيحصل لهم reproduction by حاجة اسمها binary vision. مين هم اللي بيعملوا reproduction by binary vision؟ قلناهم قبل كده، أميبا، باراميسيوم، والبكتيريا، والسيمبل ألجي، الطحالب البسيطة. أنا عايز أي إكزامبل منهم، فأنا مديلك في الاختيارات مين؟ الباراميسيوم. يبقى الحاجات اللي فيها البيرنت بيختفي هي الحاجات اللي بتحصل لها تكاثر أو بتريبريديوس باي باينري فيجن، اللي هم أي حاجة من الأربعة دول. فأنا عندي هنا منهم الباراميسيوم، وهي دي الإجابة. رقم 6 بيقول لك on a submarine expedition at the bottom of the ocean a group of vertebrates all of them are females. يعني هم بيفحصوا قاع المحيط لقوا جروب of vertebrates، يعني فقريات، اللي هي الكائنات الحية اللي عندها عمود فقري، بس كلهم females. حلو. بيقول لك what is the expected reproduction method for these organisms. يعني بيقول لك تفتكر الفيميلز اللي لقوها دول اللي كلهم تبع الفيرتبريتس بيحصل لهم ريبرودكشن بأنهي طريقة؟ طبعا جاميت فيوجن غلط، لأن أنا عندي هنا فيميلز بس، فين الميل؟ البادينج برضو غلط، لأن دي ملهاش علاقة مين؟ بالفيرتبريتس. الريجينريشن نفس الكلام، الحل الوحيد عندي البارسينوجينيسيس، لأن أنا في البارسينوجينيسيس أصلا دي حاجة مخصصة بس لمين؟ للفيميلز، لأنها بتحصل لمين؟ بتحصل للأوفا. في البارسينوجينيسيس بيبقى عندي اوفا ان بيحصل لها حاجه اسمها بارسينوجينيسيس، فدايركت بتتحول لمين؟ لنيو اورجانيزم بدون اي فيرتيلايزيشن او بدون اي احتياج لجميت تاني. فالطريقه اللي هتناسبهم كلهم او هيحصل لهم ريبرودكشن بيها هي البارسينوجينيسيس. السؤال رقم 7، which of the following is not correct about the drones. لسه قايلينها، الدرونز دي اللي هي مين؟ الميل اللي بيخرج من الهاني بي. دي الميلز بتاعت الهاني بي، ملكة نحل الايه؟ العسل. فهو بيقول لك عايز جملة not correct عنهم. طيب بيقول لك زي ار هابلويد، ده انا لسه قايلها ان هي، او هنا بيقول عايز جمله غلط، هي زي ار هابلويد. طبعا هي هابلويد صح، ان، لان هم اصلا جايين من اوفا ان، والاوفا دي جاست بتتحول بس عشان تديني مين؟ تديني النيو اورجانيزم. فالان دي اصبحت ان زي ما هي عشان حصل لها بارسينو جينيسيس، فهم فعلا هابلويد. هابلويد يعني ان واحده. بيقول لك ذا جاميت ار بروديوست مايتوتيكالي، فعلا لان الاوفا ان والنيو اورجانيزم ان، فده كده حصل مايتوتيك ديفيجن، وده اكسبشن على فكره. دايما الجاميتس بتتكون باي مين؟ باي ميوزز، انما هنا الجاميتس هتتكون باي مايتوزز، علشان انا عندي الاوفا اصلا ان والاورجانيزم ان، فالان عشان تفضل ان لازم اعمل مايتوتيك ديفيجن. دي بيقول لك زي جيت اول زير تريتس فروم ذا ماذر كوين، فعلا صح، واخده كل التريث، لان انا اصلا ما عنديش ميل وفيميل، انا ما عنديش غير الاوفا اصلا بس، وهي جايه من الاوفا، فدي برضو صح. فالسؤال رقم 7 الحاجه الوحيده غلط هي اللي فيه ان هو زي ار ايبل تو ريبروديوس سيكشوالي اسيكشوالي. لا غلط، هو سيكشوالي بس. نمبر 8، which of the following doesn't play a direct role in reproduction process. مين من دول ملوش علاقه دايركت بالريبرودكشن؟ طبعا السراي دي موجوده معايا في البوليبوديوم، الاستيمنز بتاعت الفلاور، الارشيجونيا بتاعت البوليبوديوم، انما السيبلز ملهاش علاقه. السيبلز دي حاجه في الفلاور بتكون عباره عن جرين ليفز، اوراق خضراء، ودورها ان هي بتعمل بروتكشن للايه؟ للانر ليفز، فدي ملهاش علاقه بالريبرودكشن. السؤال 9، which of the following is a similarity between the ciliated sperm and spore in polybodium. عايز حاجة منهم، عايز similarity، عايز حاجة مشتركة بين الciliated sperm والسبور.
طبعا الاثنين بيكونوا ان، لان السينيتد سبرم ده الجاميت ان، والسبورز اللي هي الجراثيم دايما ان، فدي الحاجه الكومن بينهم، باقي الكلام كله غلط. اللي بعده which of the following represents the ratio between the number of nuclei that participates in double fertilization and that produced after. طبعا انا قبل او العدد النيوكليوي اللي بحتاجها في الدبل فيرتلايزيشن بيكونوا 2، وبعد الفيرتلايزيشن بيبقوا 5 زي ما اتشرحت قبل كده، فالريشيو عندي 2 ل 5. بحتاج 2 نيوكليوي قبل الدبل فيرتلايزيشن عشان هما دول هيعملوا الدبل فيرتلايزيشن، وبعد ما بتحصل الدبل فيرتلايزيشن بيبقوا 5 نتيجه للامبريو اللي هيكون عباره عن 2، وعندي الاندوسبرم اللي هو بيكون 3، ففي الاخر هيبقوا 2 زائد 3 هيبقوا 5. السؤال رقم 11 which of the following is considered a reason for belonging banana to the angiospermia plant. بيقول لك ليه البنانة بعتبرها انجيوسبرميا. طبعا كلمة انجيوسبرميا يعني مغطاة البذور، حلو، يعني دي بلانت او فروت بتكون موجودة جوه ايه، جوه كفر. فالاجابة بتاعتي ان هو عندي presence of pericarp اللي هو مين، الغلاف بتاعها. دايما الموز بتلاقيه داخل القشره بتاعته الصفراء، فبقول عليه انجيوسبرميا، فدي الاجابه. السؤال اللي بعده which of the following characterize the parthenogenesis from parthenocarpi. ايه من دول بيميز البارثينوجينيسيس عن البارثينوكاربي؟ طبعا البارثينوجينيسيس لسه شرحناها كتير قوي، قلنا ان هي الان اوفا بتتحول لان ليفنج اورجانيزم. طب ايه هو البارثينوكاربي؟ البارثينوكاربي ان انا اكون فروت، بس الفروت دي تكون without seeds، يعني الفروت دي ما يكونش ليها اي بذور. زي مين مثلا؟ زي البنانة والباين ابل. الموز ما فيهوش اي seeds، ما فيهوش بذور. طب ايه اللي بيميز البارثينوجينيسيس عن البارثينوكاربي؟ ان في البارثينوجينيسيس بطلع نيو انديفيدوال، بطلع كائن حي جديد، انما هنا لا، انا بطلع فروت من غير seed، ما عنديش كائن حي جديد هنا ولا حاجه، فدي بالنسبه لي هي الإجابة. السؤال رقم 13 which of the following represents the main glands in the male genital system. طبعا الميل جلاندز في الميل طبعا هي التستس، لأن التستس هي المسؤولة عن السبرم فورميشن، وهي المسؤولة كمان عن السكس هرمونز، فهي المسؤولة عن كل حاجة، فدي بالنسبة لي هي المين، هي الحاجة الأساسية. سؤال رقم 14 why does the testis have the characteristic of endocrine gland. يعني كلمة endocrine؟ endocrine يعني دي جلاند أو غدة بتسكريت الهرمون بتاعها direct in blood. فلو أنا عندي جلاند غدة بتفرز الهرمون بتاعها في البلد على طول direct، بقول عليها endocrine. فهو بيقول لك ليه التستس بعتبرها اندوكراين؟ بيكوز ات سكريتس تستوستيرون هرمون، فالتستوستيرون طبعا بيمشي في البلد. عندي اوبشن تاني فيه كلمه تستوستيرون بس ما اخترتهاش، ليه؟ لان بيقول لي معاها السبرم. لا، السبرم مش بيمشي في البلد، السبرم بيمشي جوه داكت لحد ما يخرج اوتسايد الايه؟ البادي. فالاجابه بالنسبه لي هي دي اهي. السؤال رقم 15 what are the highly concentrated hormones in the vein of testis in adult male. طيب وليكن دي التستس، طبعا احنا عارفين اي organ بيدخل له artery، الارتري ده الحاجه اللي داخله للاورجن، وبيخرج منه مين؟ vein. الفين ده الحاجه اللي خارجه. طبعا الحاجه اللي داخله دي هتبقى جايبه حاجه من البلد وجايه بيها، يبقى اللي بيمشي في الارتري دي حاجه جايه من البلد، حلو. انما اللي بيمشي في الفين ده الحاجه اللي اتكونت جوه مين؟ التستس. يعني الحاجه اللي هتكونها التستس هتتفرز وتخرج في الفين ده. فهو بيقول لي مين الحاجه اللي الاقيها بهاي كونسنتريتد، حلو، في الفين بتاع التستس بتاعت الادلت ميل؟
طبعا هشوف حاجة بتكونها مين؟ التستس. التستس بتكون التستوستيرون والاندروستيرون، دول اللي هم الميل سكس هرمونز. فلما اشوف كلمة فين يبقى انا هختار الحاجة اللي بتكونها التستس. هي التستس مسؤولة عن تكوين مين؟ السكس هرمونز اللي هم دول. السؤال رقم 16: which of the following can be produced as a direct effect of FSH hormone in adult person؟ ايه اللي بيحصل دايركت لما ال FSH هرمون يشتغل في adult person؟ طبعا عندي الاجابه الفورميشن اوف مين؟ اوف سبرم. ليه؟ لان انا عندي اهي عندي جلاند كان اسمها البيتيوتري جلاند، اخذناها بتخرج هرمون اسمه ال FSH. ال FSH بيروح لسيلز معينه في التستس اسمها السيمينيفيوراستيبيولز بالمنظر ده، ويبدا يخليها تكون مين؟ السبرمس. فهي دي الاجابه بالنسبه لي. يبقى الاجابه the formation of sperms. which of the following statements is correct؟ عايز جمله صح بالنسبه لي. تعال نبص على الاجابه على طول. بيقول لك ال anterior lobe of pituitary gland plays an indirect role in puberty of human male. هي دي الجملة بالنسبة لي الصح. طيب ليه؟ لسه قايلين البيتيوتري جلاند عبارة عن تو لوبس. الانتيريور لوب بيخرج الهرمونز اللي اسمهم ال FSH وال LH. حلو؟ ال FSH بيروح عشان يكون السبرمس، وال LH بيروح لسيلز معينة أو يكون سيلز معينة عشان تبدأ تكون مين؟ السكس هرمونز. حلو؟ فهي بتلعب indirect role في تكوين او مسؤوله عن البيوبرتي اوف هيومن ميل بشكل اندايركت. ليه؟ لان هي هتفرز هرمونز، الهرمونز دي هي اللي هتروح تعمل ايه؟ تكون الحاجات دي، او لسه كمان هتكون حاجه هنا في النص. يعني هنا هكون حاجه لسه قايلينها اسمها السيمينيفيوراستيبيولز، وهنا هروح لحاجه اسمها انترستيشيال سيلز عشان تكون السكس هرمونز. فهي دي بالنسبه لي الاجابه. السؤال رقم 18: which of the following isn't correct regarding the ovary of human female during fecundity years. عايز هنا جملة isn't correct، عايز الجملة الغلط. كلمة fecundity years يعني سنوات الخصوبة. يعني ايه؟ دي السنوات لو السنين اللي يقدر يحصل فيها مين؟ pregnancy او حمل. هو عايز جملة غلط. بيقول لك ان الاوفري، بص القدر، بيقول لك الاوفري هو السايت of fertilization. يعني الفيرتلايزيشن بيحصل جوه الاوفري. غلط. الفيرتلايزيشن بيحصل في مين؟ في حاجه اسمها فالوبيان تيوب. في انهي حته كمان؟ في الانتيريور ثيرد بارت، في الجزء او في الثلث الاول. انتيريور ثيرد بارت. الفيرتلايزيشن طبعا مش بيحصل في الاوفري. اللي بيحصل في الاوفري هو ان الاوفري بيكون مين؟ الاوفا، ويرميها للفالوبيان تيوب زي ما ممكن نرسمها كمان شويه كده ونشوف المنظر عامل ازاي. ممكن نقولها دلوقتي. انا بالنسبه لي اهو ده الاوفري. دور الاوفري ان هو بيكون حاجه اسمها الاوفا، بس هنعرف طبعا ان هي مش اوفا، دي حاجه اسمها سكندري اووسايت، وبيرميها مين؟ هنا. فادي السكندري اووسايت بقت هنا، وهيدخل لها السبرم كل ده لحد ما يوصل هنا ويحصل الفيرتلايزيشن هنا. يبقى الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في التيوب اللي لفه الكبيره دي اللي اسمها عندنا فالوبيان تيوب. وقت ما هيحصلها فيرتلايزيشن هتتحول من سكندري اووسايت لمين؟ لحاجه اسمها الاوفا. يبقى احنا كنا بنقول طول عمرنا مجازا ان الاوفري بيخرج مين؟ الاوفا. لا، هو مش بيخرج اوفا، هو بيخرج سكندري اووسايت. بتيجي هنا يحصل لها الفيرتلايزيشن بالسبرم وتتحول ساعتها لاوفا. فالفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في الفالوبيان تيوب. فانا هنا ان اللي عايز الاجابه الغلط عن الاوفري هو ان هو بيمثل السايت اوف فيرتلايزيشن، زي ما قلنا الفالوبيان تيوب هي السايت اوف فيرتلايزيشن. السؤال رقم 19 بيقول لك which of the following hormones whose concentration increases in arterial blood of ovary. نفس الكلام، ادي الاوفري هو بيسالني على الارتيريال بلاد، يعني البلاد بتاع مين؟ الارتري. فاتفقنا الارتري ده الحاجه اللي داخله،
الفين الحاجة اللي خارجة من الأورجان. هنا بيسألني على الأرتري، الحاجة اللي داخلة، فبيقول لي ايه الحاجات اللي بلاقيها في الأرتري بتاع الأوفري بكميات عالية. طبعا لسه قالين الـ FSH والـ LH دول الهرمونز اللي بيخرجوا من البيتيوتري جلاند اللي هي في المخ فوق، حلو، وبدأوا يروحوا هنا علشان يعملوا الشغل بتاعهم عند الأوفري. فدي بالنسبة لي الإجابة. اللي بعده which of the following should be acting efficiently for the continuity of the sperm life inside urethra. بيقول لي مين المسؤول عن اللايف او ان السبرم يفضل عايش inside اليوريثرا. طبعا قلنا قبل كده ان اليوريثرا دي بتكون مالها very acidic. ليه؟ عشان فيها اليورين، واليورين عبارة عن يوريك اسيد يعني اسيد. طيب فانا كان عندي حاجة اسمها two Cooper's glands، دول دورهم ان هم بيعملوا secretion لالكالين فلويد علشان يعمل نيوتراليزيشن لمين؟ للاسيديك ميديا بتاعت اليوريثرا، ماشي. ده طبعا دور البروستيت جلاند والتو كوبرز جلاند. هو هنا كاتب لك التو كوبرز جلاند، فدول بالنسبه لي هم اللي هيفرزوا الكالاين سوليوشن علشان يعمل نيوتراليزيشن او يعادل الاسيديك ميديا بتاعت اليوريثرا. السؤال اللي بعده بيقول When does the formation of ova in human females start؟ بيقول لك الاوفا بيبدا يحصل لها فورميشن امتى، بتبدا امتى. طبعا الاوفا يا جماعه بتبدا منين؟ من اول الامبريونيك ديفلوبمنت، من اول ما الام تبقى حامل في بنت، وهي اثناء الحمل بيبدا تتكون جوه الفيميل دي مين؟ الاوفا. امتى بقى لما قلت لك امتى بقى لو قلت لك بيحصل لها ماتيوريشن امتى؟ لا ساعتها تقول لي امتى؟ وقت البيوبرتي. وقت البيوبرتي ساعتها بتبقى اوفا فعلا حقيقيه، لكن ببدا الستبس بتاعتها بتاعه الفورميشن نفسها عشان ابدا اكون اوفا بتكون منين؟ من اول الامبريونيك مين ديفلوبمنت. فكلمه بيوبرتي دي لا، ده لو انا عايز اتكلم على الماتيوريشن بتاعها، انما هي بتبدا تتكون من امتى؟ لا، من وهي لسه فيميل او لسه هي امبريو جنين. السؤال اللي بعده which of the following represents a similarity between the polar body that is produced from meiosis 1 and polar body that is produced from meiosis 2 او meiosis 2. ايه السيميلاريتي بين البولار بادي اللي بيخرج من هنا واللي بيخرج من هنا؟ هو النمبر اوف كروموزومز. ليه؟ لان اي بولار بادي بيكون ان، فالاثنين عندهم النمبر اوف مين؟ اوف كروموزومز. ليه ما اخترتش الاماونت اوف دي ان ايه؟ لان البولار بادي اللي بيتكون الاول بيكون فيه ضعف كميه الدي ان ايه في البولر بادي الايه الثاني، فالاماونت اوف دي ان لا مش سيميلر، انما النمبر اوف كروموزومز دي ان ففي عندها 23 ودي عندها 23، بس مش نفس الاماونت اوف مين اوف دي ان ايه. فالاجابه بالنسبه لي هي النمبر اوف كروموزوم. واللي بعده بيقول which of the following days from the beginning of menstrual cycle represents the maximum maturation of Griffian follicle inside the female uterus. طبعا ال الفوليكلز بتحصل لها ماتوريشن، بتتحول لجريفيان فوليكل لما الاف اس اتش بيطلع، والاف اس اتش بيطلع في اليوم الكام؟ بيطلع في اليوم الخامس. ففي الوقت ده الاف اس اتش هيطلع وهيعمل ماتوريشن للجريفيان فوليكل، وتبدا من ساعتها بقى تفرز مين؟ الاستروجين بتاعها. فالاجابه بالنسبه لي الدي 5. 24 و 26 لسه ما لناش 24. On which days does the level of estrogen hormone increases؟ لسه قايلين ال FSH بيطلع في اليوم الخامس، ال FSH بيطلع at day 5، حلو، فبيعمل ماتيوريشن للجريفيان فوليكل اللي بعد كده هتفرز مين؟ استروجين، وهتقعد تفرز استروجين من اول اليوم السادس، ممكن تقعد لحد ال 13 وال 12 وهكذا. فانا عندي الاجابه من 16 ل 12 دي اقرب اجابه. يبقى الاستروجين في الفيميل بيتفرز من اول المنستريشن من اول يوم السادس لحد اليوم ال 12، من اول بدايه الايه؟ المنستريشن. السؤال اللي بعده What is the hormone whose concentration increase in blood after fertilization؟ بعد ما بيحصل fertilization يعني في امبريو هيتكون، مليون في الميه لازم البروجستيرون يفضل ايه؟ مكمل معايا، لان البروجستيرون هو اللي هيفضل يوصل له البلد علشان يغذيه ويحاول ان هو يوصل له كل النيوترينتس اللي عند الام. ففور شور بعد الفيرتلايزيشن او ديورنج البريجننسي في وقت الحمل طول 9 شهور الحمل، انا عندي بيكون البروجستيرون عالي جدا عند الايه؟ الفيميل.
السؤال اللي بعده: Which of the following body systems starts to be formed in an embryo whose chromosomal structure is XY؟ طبعا XY ده بيكون ميل، بس انا هنا كلمه ميل او فيميل مش هتفرق معايا. هو هنا بيسالني مين اول حاجه بتبدا تتكون في الجنين في الامبريو. طبعا افتكر ان انا دايما بحب ابدا بالصعب، ليه؟ اللي هياخد وقت. اكتر حاجه طبعا معقده هو النيرفس سيستم والهارت، دول اول حاجه بيتكونوا في الجنين، دول بيتكونوا في الفيرست مانس في الشهر الاول. فانا هنا بديك النيرفس سيستم، او لو كان الهارت برضو موجود كنت ايه هختاره، بس احنا ملتزمين بدول. السؤال اللي بعده: At the beginning of which month do the gynecologist prescribe a drug containing calcium؟ بيقول لك امتى يبدا الدكتور يوصف كالسيوم للست الحامل؟ هو اسال نفسك، هو انا الكالسيوم بحتاجه ليه؟ بحتاج الكالسيوم عشان البونز، عشان تكون البونز العظم بتحتاج فيه مين؟ كالسيوم. طب هو البونز بتتكون امتى؟ بتتكون في اي شهر من دول؟ الرابع والخامس والسادس. خلال الثلاث شهور دول بنبدا نكون حاجه اسمها السكيليتال سيستم، اللي هو الجهاز الهيكلي اللي من ضمنه البونز. حلو. طبعا بيتكون في المرحله الثانيه او في السكند ستيج، فانا عايز اي شهر من دول. انا حاطط لك هنا الفورث مانث اللي هو الشهر الايه الرابع، فنبدا من الشهر الرابع او الخامس او السادس يبدا الدكتور يوصف للفيميل البريجننت كالسيوم علشان تساعد في تكوين مين؟ البونز بتاعت البيبي. السؤال اللي بعده: Which of the following acts like the lungs and the kidneys regarding the embryo؟ مين بالنسبة للجنين ده يعتبر اللانجس والكيدنيز؟ طبعا كلنا عارفين المشيمة هي بالنسبة له اللانج والكيدني وكل حاجة، اللي هي مين؟ البلاسينتا. بلاسينتا يعني المشيمة اللي البيبي بيتغذى منها. السؤال اللي بعده: What is the source of food in which the embryo of mammals depends at the first week of development؟ طبعا لسه في الاسبوع الاول البلاسينتا ما اتكونتش، مفيش اي حاجه عندي اتكونت. طب هو يعتمد على ايه؟ جوه الاوفا بتاعت الام بيبقى في حاجه اسمها يوك. اليوك ده هو الغذاء اللي بيتغذى عليه في الاسبوع الايه الاول لحد ما البلاسينتا تتكون. فاليوك بالنسبه له هو الغذاء. اليوك دي حتى بنقولها على الصفار بتاع البيض. السؤال اللي بعده: Which of the following statements is correct؟ عايز جملة صح؟ تعال نخش على الإجابة على طول. The progesterone hormone is secreted before the fertilization and continues till the delivery. لسه قايلين البروجستيرون بيبدأ يزداد من اليوم ال 14، حلو؟ فممكن يكون يزداد قبل الفرتلايزيشن ولازم هيكمل لحد الدليفري اللي هي الولادة علشان يساعد ان الحمل يكتمل. ففي الفتره دي هو فعلا موجود على طول، وهي دي الاستيتمنت بالنسبه لي الكوركت. In which contraceptive method the number of polar bodies can be reached up 3 in the female genital system؟ عايز method من الكونتراسيبتيف دول من موانع الحمل دي بيحصل فيها ان البولار بادي بيحصل له ديفيجن لحد ما يبقى عدده 3. طبعا يبقى انا كده عايز كونتراسيبتيف يكون بيحصل فيه فيرتلايزيشن. حلو. مين الكونتراسيبتيف اللي بيحصل فيه فيرتلايزيشن عادي؟ هي هو الكويل او اللي هو اللولب اللي هو بيتزرع جوه اليوترس لمده 4-5 سنين عشان يمنع مين؟ البريجننسي. ودي حاجه ممكن تخليك مستغرب شويه، هو ازاي كونتراسيبتيف مانع حمل وبيحصل فيرتلايزيشن؟ طب ما هو طالما حصل فيرتلايزيشن يبقى في جنين اتكون، علشان احنا قلنا قبل كده ان الكويل ده بيبقى شبه حرف التي كده، وطبعا الجنين بيبقى مزروع هنا، فهو بيعمل زي حركه كده يخلي الامبريو ده ما يلزقش في اليوترس ويبدا ينزل، ودي حاجه بالنسبه لي خلاص كده منعت الايه؟ منعت الحمل. Which of the following is correct about surgical sterilization for a woman؟ طبعا ده اسمها التعقيم الجراحي، ان هو بنخلي الفيميل تربط الفالوبيان تيوب دي كده، فكده مستحيل اي سبرم يعرف يعدي ولا يعرف يعمل مين؟ fertilization. طب هل كده مفيش حمل ابدا؟ لا، البريجننسي may occur artificially يعني صناعيا، ممكن تخلف بس بطريقه artificial اللي هي مين؟ طريقه التست تيوب بيبيز او اطفال الانابيب. طبعا التكنولوجي دي حتى لو هي عامله سيرجيكال استراليزيشن بنعرف نعملها لان هي حاجه ايه؟ صناعيه. هي طبيعيا بتمنع الحمل، يعني الست اللي بتعمل كده مستحيل تحمل تاني طبيعي،
لازم عشان عايزه تحمل تحمل artificially عن طريق التست تيوب بيبي. السؤال اللي بعده what is the chemical method that prevents the pregnancy؟ عايز حاجه كيميكال تكون بتمنع الحمل. طبعا كيميكال يعني انت عايز دراج، فبالنسبه لي هي البيلز او الاقراص زي الاقراص المشهوره كتير قوي. نخش على الاسئله اللي هي الريتن. What is the arrangement of the following hormones according to menstrual cycle؟ عايز الترتيب بتاعهم. طبعا الترتيب بتاعهم بالنسبة لي هنا ال FSH بيطلع الأول، بيطلع عند اليوم الكام؟ الخامس. يطلع بعد كده الاستروجين من اليوم السادس لحد ال 13، ثم عند اليوم ال 14 بيطلع ال LH، ثم بعد كده البروجستيرون يفضل يكمل. فالترتيب بتاعهم FSH استروجين LH بروجستيرون. السؤال اللي بعده قلنا في اول سؤال خالص what are the organisms that reproduce by binary fission؟ قلنا طبعا اربعه: البكتيريا، اميبا، باراميسيوم، سيمبل الجي. write two differences between binary fission and budding. طبعا عندي في الباينري فيجن كل الاورجانيزمز اللي بيحصل لها ريبرودكشن بالطريقه دي بتكون يوني سيلولر، يبقى كل بتوع الباينري فيجن يوني سيلولر عندهم سيل واحده، انما البادنج بيكون عندهم مالهم. او تعالوا ناخد النقطه الثانيه دي، اول نقطه مختلفه هنا في البادنج بيقول لك لا دي بتناسب اليوني سيلولر والمالتي سيلولر، دي اول نقطه مختلفه. يبقى دي يوني بس، انما البادنج يوني ومالتي. تاني حاجه في الباينري فيجن البارنتال انديفيديوال ديسابير، يعني الفرد اللي عمل الريبرودكشن ده بيختفي زي مثلا الاميبا او هكذا، انما هنا لا البارنتال انديفيديوال ريمينز بيبقى وبيفضل موجود. give examples of organisms that reproduce by regeneration. طبعا عندي الهايدرا والسبونج والسي ستار اللي هو نجم البحر والبلاناريا وورم، دول فور organisms بيحصل لهم reproduction by regeneration. what are the advantage of asexual reproduction؟ طبعا انا في الاسكشوال ريبرودكشن مش محتاج ميت، يعني مش محتاج فرد تاني، لا ده الميل لوحده بيقدر يكون اورجانيزم والفيميل بتقدر تكون اورجانيزم لوحدها، ما هو اسمه اسكشوال غير جنسي. فالمميزات بتاعته مور بروجيني، النسل كتير، لان الميلز بيقدر تنتج والفيميلز بتقدر تنتج. تايم سيفنج، مش بحتاج اوصل لوقت معين يكون حصل ماتيوريشن كذا كذا زي ما بيحصل في السكشوال برودكشن، وليكن عندك اكزامبل الهيومن ما بتحصلش العمليه دي الا بعد سن معين لما يكون وصل للبيبرتي وهكذا، انما هنا ما عندهاش الشرط ده فهو تايم سيفنج. نو نيد فور ميت، لسه قايلينها الميلز لوحده من غير فيميل يقدر ينتج والفيميل من غير ميل تقدر تنتج، فالموضوع ماشي كده. What is the advantage of sexual reproduction بقى على العكس؟ طب السكشوال ريبرودكشن ايه الميزه فيه؟ variety in genetic material. ليه؟ ما هو السكشوال بيجي منين؟ ادي فيميل وادي الميل، هيحصل بين الجاميت بتاعتهم fertilization، ده كان الجاميت بتاعه ان ده ان فيديني زيجوت 2 ان. دلوقتي الكائن الجديد اللي بيتكون ده واخد الدي ان ايه بتاعه من فرد واحد بس ولا من اتنين؟ لا ده واخد حبه من الام وحبه من الاب، يعني عنده تنوع وراثي، فدي اسمها variety in genetic ايه؟ ماتيريال، يعني عنده تنوع في الدي ان ايه، نص الدي ان ايه واخده من الام والنص الثاني من الاب. سؤال رقم 8 the nutrition of sperm inside the seminiferous tubule and outside it back to، ايه المسؤول عن النيوتريشن او التغذيه بتاعت السبرم؟ طبعا لسه قايلين من شويه كلمه seminiferous tubules، وده شكلها بيكون فيها سيلز معينه كده، السيلز دي بيحصل لها ديفيجن لحد ما تكون في الاخر مين؟ السبرم. طب السبرم جوه هنا مين اللي هيغذيه؟ حاجه اسمها سيرتولي سيلز اللي انا رسمها دي. يبقى وهو جوه التستس النيوتريشن بتاعته مسؤوليه مين؟ السيرتولي سيلز اهي. طيب وهو اوتسايد بقى، ده انسايد، هو اوتسايد بقى مين مسؤول ان هو يغذيه؟ عندي حاجه اسمها السيمينال فيزيكال،
السيمينال فيزيكل دي كلمه فيزيكل يعني حويصله او كيس بتغذي السيمينز اللي هي السبرم. يبقى انسايد السيرتولي سيلز هي اللي بتغذيه او اوتسايد السيمينال فيزيكلز هي اللي ايه اللي بتغذيه. سؤال نمبر 9، what are the stages of oogenesis in females؟ طبعا الاوجينيسيس دي العمليه اللي بنكون بيها مين الاوفا، كانوا عباره عن 3 ستيجز، مالتيبليكيشن زين جروث زين ماتوريشن. بنعمل مالتيبليكيشن للسيلز في الاول ثم نعمل لها جروث وفي الاخر يحصل لها ماتوريشن، وبعد الماتوريشن والفيرتلايزيشن هتتحول خلاص لاوفا. فهم 3 ستيجز ودول اسمائهم. What is the site for fertilization of secondary OO site in females؟ لسه قايلينها الفيرتلايزيشن بيحصل مين في مين؟ في الانتيريور ثيرد بارت اوف فالوبيان تيوب. لسه رسمينها هنا اهو، بيحصل في الجزء ده وده الانتيريور ثيرد بارت في التلت الاول من الفالوبيان تيوب، لانها بتبدا من هنا وبتلف تلف وتنتهي هنا، فده التلت الاول ايه بالنسبه لي. فانت هتكتب في الانتيريور ثيرد بارت اوف فالوبيان تيوب. What are the hormones that increase in blood of woman on day 5 and 14 from beginning of menstruation؟ لسه قايلينها. At day 5 مين اللي بيطلع؟ ال FSH. يبقى عند day 5 بيخرج هرمون اسمه ال FSH، وعند day 14 بيخرج اللي شبه كلمة 14 اللي هو LH. فالإجابة on day 5 FSH increases and day 14 LH increases. What is the contraceptive that is used for about 5 years؟ لسه قايلينه اللوب. اللوب اللي لسه رسمينه اللي بيدخل جوه اليوترس على شكل حرف T. ده بيقدر يدخل جوه اليوترس ويفضل لمدة 5 سنين، وطول ال5 سنين ده هو شغال كونتراسبتيف مانع حمل، بنقول عليه انترا حرف T ده. intrauterine device يعني device intrauterine داخل الايه الرحم، او بنقول عليه مين اللوب لولب. اخر سؤال، by which method the artificial pregnancy could occur؟ ممكن نعمل طفل او نكون طفل ازاي artificially؟ بنلجأ لحاجة اسمها مين artificially؟ بلجأ لحاجة اسمها test tube baby technology. يعني ايه؟ ادي اليوترس وادي هنا كان عندي الاوفري، بنروح ناخد من الاوفري سيل، والسيل دي اللي هي طبعا لسه قايلين اسمها سكندري اووسايت، بناخدها ونحطها جوه تيست تيوب بالمنظر ده، ونجيب عليها مين؟ وبنجيب السبرمس بتاعت الميل، وتترمي هنا السبرمس بالمنظر ده، ويبدا يحصل فيرتلايزيشن. واول ما يحصل فيرتلايزيشن بنسيبها لمده كام يوم كده لحد ما توصل لحاجه اسمها موريولا، والموريولا دي بناخدها نزرعها جوه الاندوميتريوم في بطانه الرحم. وهي دي بالنسبه لي التيست تيوب بيبز، لان انا خدت سيل وخليتها تنمو جوه تيست تيوب ثم رجعت زرعتها تاني. وهي دي الاسئله. تمام، هيبقى عندنا في الامتحان اسئله تشوز حوالي 12 او 15 سؤال تشوز لسه ما كررناش، وهيبقى في 5 اسئله ريتن او 8 على حسب نسبه التشوز، التوتال 20. هيبقى في شويه ام سي كيو يا اما 12 يا اما 15، والباقي هيكون ريتن اللي هم حوالي 5 اسئله. وزي ما انتم شايفين اسئله الريتن ما فيش فيها كلام كتير واسئله بسيطه. تمام، ذاكروا كويس واشوفكم على خير. شكرا.